نظمت أو نظمت مساء الأمس جمعية ماروكا أو بلوريال الدورة 21 لندوة المقهى السياسي. موضوع هذه الدورة لنتعايش معا، وفي وهو موجه أساسا للشباب، وقد عرفت الندوة تأطيرا وحضورا لسياسيين ومفكرين وباحثين من المغرب والخارج. روبورتاج زهاب عزيزي وخالد مقدم. التعايش في مجتمع يقبل الآخر بمميزاته واختلافاته، فكرة رئيسة لندوة كافي بوليتيس في دورتها 21، ندوة تعقد لأول مرة في مراكش بعد أن كانت منحصرة لسنتين في الدار البيضاء. الشعب المغربي 51% من السكان ديالو أقل من 25 سنة، و 70% أقل من 35 سنة، إذا كل فرصة للقاء مع الشباب والنقاش مع الشباب مهمة. المستوى الثاني هي إشكالية النقاش، هي إشكالية التعايش، لأن كل المجتمعات يعني على المستوى العالمي تتعرف حتى تنوع ثقافي وديني، ولهذا إشكالية التعايش مطروحة على المستوى الكوني. المساج في العلمون هي رسالة نوجهها للتسامح والانفتاح، رسالة تحملها فرنسا باعتبارها بلد حقوق الإنسان، ويحملها المغرب أيضا، والدليل الدستور الجديد الذي يعد نموذجا في كل منطقة. الشباب المخاطب الأول في هذه الندوة حضور كبير من أجل النقاش والتفاعل مع رأي المفكرين والسياسيين والباحثين. كيفاش نقدروا نلقاو شي واحد اللي عنده راحة عقلية واجتماعية في المجتمع اللي هو متسامح معاه، اللي ما كيقبلش بالفرق ديالو أو بالصفات الخاصة به؟ فلهذا حنايا عندنا مهم جدا أننا نحاولوا نزرعوا هذه القيم في المجتمع، القيم ديال التسامح، القيم ديال أننا نحترموا الآخر. الندوة نظمتها جمعية لماروكا بلوريال بشراكة مع المعهد الثقافي الفرنسي، مساحة فكرية أكدت على قيم الحوار ونبذ العنف من أجل مجتمعات آمنة.